عمو، لو سمحت يا عمو، نعم، عاوز اشتري 3 علب بلالين عشان عيد الميلاد. اتفضلي. 3 علب هم، كل علبة فيها 5 أكياس، كل كيس فيه 10 بالونات. يبقى كده كله كام بالونة؟ انا عاوزة بلالين كتير كتير اوي. اضربي. اضرب؟ عيب يا عمو، اضربك ازاي واضربك ليه اصلا؟ ايه البت دي؟ شكلها ما بتفهمش. انا اقصد اضربي 3 علب في 5 اكياس في 10 بالونات، يعني 3 في 5 في 10، واستخدمي خاصية التجميع في الضرب. تجميع؟ ايه التجميع ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي في حلقة جديدة. أنا مستر خصوصي، وأنا المساعد زرزور. يا ترى إيه موضوع حلقة النهاردة يا مستر؟ حلقة النهاردة يا زرزور مع أكتر مادة أنت بتحبها. معقول يا مستر خصوصي؟ هتعمل حلقة عن مادة الألعاب؟ ألعاب؟ لا طبعا. يبقى أكيد الرسم، لأني بحب الرسم جدا. ليس عن الألعاب ولا عن الرسم. أمال إيه؟ حيرتني معاك يا أبو الخصاخيص يا حبيبي. مادة العظماء يا زرزور. ودي تطلع إيه؟ مادة العظماء هي مادة الرياضيات. ياه يا مستر خصوصي، فكرتني بالترم الأول، زمن جدول الضرب الجميل. ويا ترى لسه فاكره يا زرزور ولا نسيته؟ فاكر منه شوية. طيب وحلقة النهاردة عن ايه يا مستر؟ حلقة النهاردة هتكون عن خاصية التجميع. فاكر يا ابو الزرازير احنا اخدنا ايه في الترم الاول من خواص عملية الضرب؟ اعتقد اخدنا خاصية الابدال، وكمان اخدنا خاصية ايه يا ابو الزرازير؟ خاصية ايه؟ خاصية التوزيع يا زرزور. ايوه هي دي يا مستر. يبقى اخدنا في الترم الاول خاصية الابدال، زي مثلا 3 في 6 بتساوي 6 في 3، بنبدل الرقمين مكان بعض. صح يا زرزور؟ صح يا مستر خصوصي. وانت تقول حاجة غلط برضو؟ طب وخاصية التوزيع فاكرها ولا لا يا زرزور؟ طبعا دلوقتي بس افتكرتها، زي لما يكون 5 في 8 بنخليها 5 في، نفتح أقواس ونكتب جوه الأقواس 2 زائد 6، لأن 2 زائد 6 بيساوي 8. وبعدين نضرب 5 في 2 مرة زائد 5 في 6 مرة، وبعدين أشوف حاصل ضرب 5 في 2 بيكون 10، زائد حاصل ضرب 5 في 6 بيكون 30، واجمع 10 زائد 30 بيساوي 40. أحسنت يا زرزور. والنهاردة هناخد كمان خاصية اسمها خاصية التجميع، أو خاصية الدمج. خاصية التجميع تكون ازاي دي يا مستر؟ أنا أقول لك يا زرزور. بص يا زرزور على المسألة دي، 4 في 5 في 2 ممكن نحلها بطريقتين، باستخدام خاصية الدمج أو التجميع. الطريقة الأولى أكتب 4 في وافتح أقواس وحط بين الأقواس 5 في 2، وبعد كده أشوف حاصل ضرب ما بين الأقواس اللي هو 5 في 2 يبقى 10، أكتب 4 في 10 بيساوي 40. دي الطريقة الأولى. بس أنا فهمت دلوقتي يا مستر،
خليني أنا أقول الطريقة التانية. قول يا زرزور. هنحط أقواس على 4×5 ونخلي الاتنين برا لوحدها، صح يا مستر؟ صح يا زرزور، كمل، شكلك فاهم يا زرزور. أكيد طبعا يا مستر، تلميذك ولازم أشرفك. أضحكتني يا زرزور، كمل. وبعدين يا مستر هنشوف حاصل ضرب ما بين الأقواس اللي هو 4×5، أكيد بيكون 20، وبعدين بضرب 20×2 بيساوي 40، صح يا مستر؟ صح يا زرزور، أحسنت. وهي دي خاصية التجميع أو خاصية الدمج. أتمنى أكون أنا وإنت يا زرزور وصلنا مفهوم خاصية الدمج أو التجميع لأصحابنا اللي بيشاهدونا وبيتفرجوا علينا. ولو عجبتهم الحلقة ما ينسوش يضغطوا زر اللايك ويفعلوا زر الجرس ويضغطوا اشتراك في القناة علشان توصلكم باقي الحلقات. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.